عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أنس ميكو قولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي رسول شي ميكو قولي من ينظر أيها فيري ما صنع أبو جهل أبو جهل ولا صوب أيها فيري فانضلق مي بتبي ابن مسعود أبو جهل مي بواها فرعون هذه الأمة لري ومدن فرعون شيها إذا أني قال ذا أنك نبضا رسول كور جيدا أنك جري كلكم غزوة بدر القلي ولدك لما يريد أبو جهل كيها لفيري يوم فانطلق ابن مسعود عبد الله بن مسعود يبه فوجد اهله ابن جهل يعني ابا جهل اهلي ضرب قد ضربها القراعن وهو ابا جهل كاس ابن عفراء عفراء بلا ميت لراي لم يدي انه قراعن دول كل كان يهلي حتى برد حتى سكن الى كو حصلوا واسكو حصلوا دغدغا لهين معناها سكرات ايوا قال عبد الله بن مسعود كرسلو ميمير مدغا كورونت بياله أنت هذا أبو جهل إن أتى سيري مانا وسوك ساعة ورسدي هذا أبو جهل مهيدي أو قال أبو جهل ميكو قول يعني وقال أنس أنس ميكو قول فأخذ هو عبد الله بن مسعود قبضي باللحيته اللحية أبي جهل أبي جهل قرشي قبضي أبو جهل لنهوك له لم لفض له إيه دنبينا هاي لنكرة وعدو كورن راق مركي فيها وي عبد الله بن مسعود نسل لغي ما يقول لك إيه دنبر يرو إيه دنقابنا هاي إيه دنبر ير خيات كلكم سوبر ركية على خيات قرشي هقابدي ما ديش هقابدي قال ما هذا قاعد يكون أبو جهل كسكرادو قال أبو جهل ما يكون قاله وهل فوق الرجلين أفك بس يكون أول مانا وهل فوق الرجلين وهل عارم إبهاتي فوق الرجلين رجل كرشي إبهاتيري رجل كاسو قتل تمو دلينه رجل كسين دلين إب كرشي هاتهو رجل أطل شيء دلين إب كرشي ما هذا فضمه أو رجل وهل فوق رجل رجل فوقها رجل كأسوق تلا دلينه رجل كقوم دلش تلشي دلين ككرسر كسر ياري ما نلقى تلشي دلين لي مهيا سري مسمى وهل فوق رجل رجل كرشي عارون إبهاتي وهل عارون إب فوق رجل رجل كرشي إبهاتي رجل كأسوق تلا تمو يسند دلينه رجل كدلين يسند قرشة دلين إب كرشي هاتي أو على وهل فوق الرجل رجل كرشي هاتي شكراه قتل دلينه رجل كقوم دلين أب كرشي هاتي وما هذا فن وما أنا لهدي دتشي لي دل فدين أب كرشي ما هذا فن لكن هذا قوم كي مي دلنا ذات بير فلاتة يدلين يلي ما أنا هذا قوم كي مي دلنا لي ذات بير فلاتة غير بعد يه غير غير مدينة وغير مدينة لجيد ورئيس ولا هو عرب تسكوين أيا إن جيل جرا هاي إن ولا سوين أيا إن غير مدينة ما يبغى بير فلاتي هاي تمرح نون دعالين بيرا دعالين kolkun yani wala wayar wal isku wiinay kolkun dadka sadigoom kale idil fadeen ee korkay ma hadafankii laakin qatalani ma idilay riwaay kalmeera ibnu akkarin beer falado uu nuxay idil yari maana nimin beer falateer had adab leh yey idileen leey maana ma hadii tolkay idil fadeen walba ma hadafankii maana ay wal fawga rajulin rajul korshay aarun ee baate qatal tumu isin dileen rajul go wala rajulin wal fawga rajulin rajul korshay haade rajul kaaso qatal dileen rajul go go mu dileen ee korshay haate ma hadafan uu maana لكن دتك ان دل نمايون بل قتلني اكارم بير فلاتي اي دلن سلي الا لمدي او ابن عفراء اير هر مدينه اير هر بير فلاتاين عن ابي طلحه رضي الله تعالى عنه قال بس مدق يقوبدي او كغوي غورتي كغوي دي مستريت مدق جيدو واي لري عبد الله بن عمر كيس غوي با لان كان وينه هوك لو هاي ابو جالك عبد الله لان يرى هاي مدق شريس با جيدو واي لي شيخ مانا سي مدق شي وينه يعني وعن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه قال أبو طلحة ميكو قول إن نبي الله صلى الله عليه وسلم إلهي نبي شيء أمر رسولك ما أمره يوم بدر بدر مال انتهد ما أمره بأربعة وعشرين لباتي أفر يأمر رجلا من رجل رجل ومن سنة دي قريش قريش سيديال شيء لباتي أفر قف أو سيديال كي قريش أبو جهل كويني يا رسولك أمري فقذفو كل شو هلا جيدو بقتشو أهل كسو هلك شبايري فقذفوه والردي في طي الغرف الغرف يالكريدي من أضواء بدر بدر الغرف يالشكم إذا كاسو خبيث هم مخبث سارة هذه خبيثا هذه الغرف أو والببقت الكريداي يا يون بقتشون تلهجيدي قال ذا اسمه لك هو بلواتي أفر إنغو ديال إنغو فقذفوه والتوري في دوحاني رسولك الدنيا هدي بجرينو دعوذ كفيدي هو إسنا يو ديالك كل شو ميلا بقتشون الكريدي فقذفوا والفذي في ضيين الغرف ومن أضواء بدر بدل الغرف يالشكم إذا
طيقا سو خبيثين هون مخبثين ايد هون مانا مخبثين من اخبث اذا سار ذا خبثين مانا وما تكين صاحب يديهاد وشرين وار شركين صاحب يديهاد وكان ال غرف هو ولب بقته وريل لك شباب لك شبي بقته شمي لك شبي قبرل قبرل انكويلي وا وكان النبي نبو ما هذا اذا دار النبي نبو هدي غالب نغدو على قوم قوم كروي قوم قاله هدي كروي اقام النبي نبو نغاداي بالعرس بنان كلك دغال مي نغاداي ثلاث ليال سد بر ي نغاداي لنك روي رغد كيرو او روي سد بر ميل روغاي فلما كان الوقت وقت مرك فلما كان النبي نبغ مركي هذه ببدر بدر مركي هذه اليوم الثالث مال انت سدهات روغي قال دي جبن قدومن تضواتون الكدلي تضواتون لك غفالي قدومن رسولك يا سارتي سميلي سدبر روغو نغدن فلما كان النبي ببدر مركي هذه اليوم الثالث امر النبي نبغ امر بلاحلته بشد راحلته راحلة النبي نبغ اللي سلو شي امري هل يدين اللي هي امري فشد والهري راحلتها فشد رحلها فشد والهري رحلها كبدوش الهيري عليها على الراحلة راحلة الكرش الكيري فشد والهيري عليها على الراحلة رحلها كبدوش الكيري ولن قورها روا كري هل يكري ثم مشى النبي نبغ دريري وطبيع مير هنا هو النبي أصاب وصاب النبي نبغ استارتي سرهن وقالوا ميك قولين ما نرى ما نظرنا ما نعتقد نحن الميت قاديان ما نرى ما نعتقد نحن الميت قاديان ينطلق النبي نبغ ان تبو من اعتقاديان الا لبعض حاجته حاجه النبي نبغ حاجه بعض الله باولين اعتقاديان كل حاجه زين جيد ليس لهايني حتى قام النبي نبغ لا سلم على شفة الركي الركي والبير لا يلك لا على هدين ضي يلراي ضي يلك لغدي رن سارن ضي لره بير نسليو حتى قام النبي نبغ لا سلم على شكة على شفة الركي الغرفكي كرشي جيس جانب شي جانب الركي ده جانب البير اليه حتى يعني قام الى سلم على شق على شفة الركي الغرف كي دينيش الى سلم فجعل النبي نبغ ما يبغد قال يناديه وانا بغ ان ناديه وهم يوغ ان ناديه باسمائهم ما يال شون كنايا وباسماء ابائهم ما يال شون ما يال شون كناديه فجعل النبي نبغ يغد قال يناديه وانا بغ هم يوغ ناديه وباسماء ما يال شون كناديه واسماء ابائهم هبلو هبلو لي يقول النبي نو ميك قول يا فلان ابن فلان ابلو ابلو يا فلان ابن فلان ابلو ابلو اي سر فرع قليه كم سن سن فرع قليه بختي دي او ميل لك شبي يغ نادي هاي اي سر فرع قليه كم سن انكم سيما الله اضعتم الله اله يديدان واضعتم رسوله رسول الله يديدان سن فرع قلي فديو او اله يدي فدينو رسول شدي فدين اي ميت كن سن تير فدي فرع لي ميل فنو فإنا أن قد وجدنا هلنا ما ولا غي هلني وعد يبوحينا ان ربنا ربنا ان بلن غادي حقا حالا كوني حقا حالا غي يهلني فهل وجدتم سنلنا ما ولا غي وعد ربكم ربين سن بلن غادي حقا حال حق يهلنا ان ولي ربنا ان بلن غادي من النصر يهلني سن ولي ربنا سن بلن غادي من الهزيمه جب ام هلنو اي ربين ولي سن بلن غادي معنا من نصر الهتكم التي لا تنفع نفسا فضلا عن يعني عن غيرها او سين اونون ربي غبنها هوبل ايو نيو يعني واكي مثلا عز ايو لاتي ولا سن غرغار ملاينها غرغار كي كين واكن هلنو اون ربغان ولي غرغار نسر هلنو اي سركم سفر اغلي انكم سيما داتم ديدان مسف سفر اغلي الله الى يا ديدان ورسول رسول الله يا ديدان سفر اغلي فينا ان قد وجلنا هلنا ما ولا غيرني وعد يوحينا ان ربنا ربغان يبوحي من النصر حقا حال حقي هلني فوجدتم سين مهلني ما وعد ربكم يسين يا رب الهي ما بدانه يا سنه ما بدانه سلام كي ولي سين يبو يلي ما وعد ربكم ربي ولي سين يبو هي كان حالي هلنا يسين الى هذه ولا سين ترينا واني هما يسين الى ان هاينا ابو ذا سين ولي يبو ولي نستلان ولي تروك فدا سين ما انا يعني ولك دغ هذلها يولك دغ هذلها ما تدي لتسي هاي قال الراوي راوي حديث كبري يوم راي رسول كدت كل هذلها مركز مي دت كي بختي انه بختي الغرف لك بويا لهذلها عمر رضي الله عنه فقال عمر مره يا رسول الله الى رسولك سيو ما ما يتكلم انت لا هذا لا من اجساد جسمي لا سن لا لا ارواح الروح لا ان لا للجساد اجسادي هذا الروح لا سن لا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رسول شيء يقول والله الذي لا يقدر ذي نفس محمد محمد نفس بيد يد الذي كان ذي سكنا تقدر ذي ما انتم اسمي هذين باسماء هني دغو بدن هذين لما يقولون رولا منهم من القتلى هان دماي هان كدغو بدن هذين
ما أنتم مسلم مهانة بأسمها نكديكو بدن مهانة لماعي أقول أنا نكغلو منو من القتلى هان لدلي هان نكديكو بدن ميهدين اسمه ليتينغ سيون ديجان يو سوالن ديجان سانع يون ولن ديجان دللي ولكن لا يستطيعون الجواب عليه جواب لين عود نما كلكم قالت أسلام يعني إني ولديجان بعثيشات لمدين ولديجان رسول نيشعاي عن رفاعة ابن رافع الزرقي رضي الله تعالى عنه وكان هو رفاعة من بهذه ممن يكون مثل هذه الشهيدة هو من كحضر بدرا حضر غزرة بدرا كجرن قال رفاعة يقول جاء جبريل عليه السلام وقال النبي نبان قوي صلى الله عليه وسلم فقال جبريل جبريل ميري ما تعدون اسم أصابته تين نبو محمد وذي أصابته ما يكتر ياسا أهل بدر أهل بدر فيكم دهدين ما يكتر ياسا أهل بدر تين ما يكتر ياسا قال الراوي ما يقول من أفضل قال النبي قال يقول ده قال يقول النبي نبغ ميكو قولي نعد تريان من أفضل المسلمين أو نعد نحن نتريان أهل بدر ريما من أفضل المسلمين مسلمين تهان أنفضل بدن يكو تريانو أو كلمة أو قال النبي قولي كلمة قولي نحو الكلمة كلمة من أفضل أو كلمة يكو قولي قال جبريل جبريل ميكو قولي وكذلك ونعد نحن نتريان كذلك ساس اوكل من يتريان من كاسو شهيد هو من كحاضري بدران حاضري او من الملائكه ايه من افضل الملائكه يكتريان نون لان قال لان كي ملائكه او جهال كان قيب قادنون ما يكتريان من افضل الملائكه ادو مسلمين تن ما ينكفل بدنا دك بدر قيب قيب قادي املائك دن ما ينكفل بدنا ملائك دي بدر نفتي دغالنتي جرت كو قيب قادن كفل بدن سونون كتريان ريت فضيله اهل بدر يا حديث كتسياي عن ابن مسعود ما يقول أصحاب رسول الله هذه والثريا ليرو فرادا ما هذه جمع الثريا لير ما ينفل بدن أهل بدر أنفل بدن أهل بيعة رلوان كي كذا ساسلر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما قال ابن عباس ما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي شيء ما يقول يوم بدر بدر ما الثريا ما يقول هذا كان جبريل جبريل واي آخذهم كي قبضي براسي فرسي فرسي جبريل جبريل فرسي ما ذي شيء كي قبضي واي علي على جبريل جبريل كرشي هاتي آدة الحرب غلبك حربك يا كرشي هاتي سيبتي سي ورنشي يو أمبور برات شي وده واكو جبريل دي قال مايري قال النبي ميري يوم بدرين وما نا ملايك دلون كو قيب قالتي جهاد كسو يوم بدرين ميري هذا كان اسم ما رقا حيتان أني رقا هي جبريل وايا الرسول آخذون كي قبضي جبريل براسي فرسي فرسي جبريل جبريل فرسي مدشي يقبضي علي على جبريل جبريل كرشي هاتي أدات الحرب حرب قلب شيء عن الزبير بن عوام رضي الله تعالى عنهما قال الزبير ميكو قولي لقيت يوم بدر بدر مالا تهد ميلو كلمي عبيدة ابن سعيد بن العاص يلو كلمي والهال هو عبيدة مدجج كي للضبولي أي مدجج كي إس جمع قدامي أي آه يعني أسلون اسم ماسكرات أي ماسكرات سنكي أي مشدد مغطى للضبولي بالسلاح يهبلك الضبولي وصلان ضبولي مججج للضبولي لا يرى لن أرغان منه من عبيدة لن أرغان إلا عيناه لم يسن لهم والكلام كورغانه قال أو مجرمه ماسكرات أسكري كي وجيه الضبولي دعم بربراد هكيري دي وصلان يو وهو عبيدة يقنا ميلن ككوني ويلي أبا ذات الكرشي أي أبو ذات الكرش يكون إلا كدكاو أبو ذات الكرش ذات الكرش يكون إلا كدكاو أي يعني كوني ذي ساس دار أيو فقال عبيدة عبيدة قال كهاي ميري فأنت ماي أنا هو ببرشفة إلى أنا ماي أها أبو ذات الكرش يا أهو أي يعني واكي ذات الكرش لانك لا راي أو شيء أهو فعملت اني ويرري زبير بن عوام حواري هذه الامه وان جيسي اسلام كواي علي على عبيده تاويرري بالعنزه ورن يك ويرري هو فضعنت دري هو ابا عبيدك يدري في عينه اليس بنا ويث يدر الا عيناه ولا بنا لا يرى منه الا عيناه ولا لراي الا ورنك كوكيل ياري مدغ اساسا غلي هو فمات عبيدك دمدي هوغان دوي مدغ دوي إلا كقولي يا سيدي أنت مدي فما تري مديو قال الزبير ما يكو قولي لقد والله عتودي جيس ورنك كل كان انجلي كوي ورنك يا سيبو يقال لي هذه سيبو لا والله يا كدار ذي قد والله عتودي جي رجليل لته دجي عليه على عبيدة تقال كي عبيدة أنا ورنك سراي يا ما ذق لتوك ساري ياري
فما تمتلأت كسرمي ماذا قيادت كذي يعني ورنك يسيب فضاي ماذا قان كتاكسدي كسرمي ياري فما تمتلأت كسرمي فكان الجهد مشاقية هاتي أن نزعت أن سيبيوها العنزة ورنك سيبو مشاقية ناكتي ياري مانا حكو سيبوها يسيان انجليو حجيد لي حجيد لي رفات نباتي أكبية لي مانا هو كان اللوي فكان الجهد مشاقة ميبهاتي أن نزعتها إنزاعها كان إسن شو إسن خبره كساس فكان الجهد خبره كان مقدمه أن وما دخلت عليه في تويل مصدر اسم كانو فكان إنزاعها ورنك يسوقها يسيبه شيء يا الجهد مشاقة نقديه وقد انثنى وانها طولاب مي ضرفاها ضرف العنزتي عنزتي لما دي ضرفو دي لا لا يلا بمن ميل ان قبدا يوغا ان قبدا ايو قبلكي هوسايتي لما دو باغ لاب من سليمانا ورنكا اساسن قدري قاب كسو فسال مي سؤالي والشيكوي ارنتي ددكي دون دهغن سيلن دو ليس هل جبتي الي هل غلو تيمانا فسال مي سؤالي هو انا يعني زبير مي سؤالي اياها عنزتي مي ورسدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسدي ورنكاس قالك ساسن غلوشي اني سيو كاسي ياهي قالك لغلوي اني سيو هاي فاعطا هو الزبير سي هو النبي سي اياها عنزتي سي واي بالعاريه اذ هاي سو ما نو قادوي فلما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رسول شي ملك قبلودي اخذ مي قاديها عنزتي مي يعني واكيه عنز هو زبير يا قاديها عنزتي رسول ما قبلونها ورتب ديق لي هايت اسيو حقادي هدن ثم طلب ما يضل بديها عن زيد ابو بكر يضل بدي فاض زبير زبير سي هو ابو بكر يا عن زيد اسي فلما قبل ابو بكر هدن ملك لو قبل ودي سلام اي سواليها عن زيد ايا هو زبير ما سوالي عمر وسوالي فاض زبير سي هو عمر سي ايا عن زيد هدن وا ورنك سغاي قالك ساسن غدو اي لنكاس بركيسداه قاداه فلما قبل عمر وعمر ملك لو قبل ودي اخذ هو زبير حقاديها عن زيد ورتب عاري لي لنسي حقاده مركزنا ثم طلب ميد اللمبا ميرنا قدوب سي لي ثم طلب ميد البديها عن زيد عثمان ومنه من الزبير كطلب فعد الزبير سي هو عثمان اياها عن زيد سي فلما قتل عثمان عثمان مركي للدلي يا وقعت هي عن زيد ديدي عند ال علي بن ابي طالب سن امير عثمان بعد شي امين قد يقدس كديدي اهي زبير كن يو بدمي كلكم فطلب ميد البديها عن زيد عبد الله بن الزبير او شي ملاينه عبد الله بن الزبير او كي هرتب يدق لين سي شينو فكانت هي عن زيد نغتي عنده عند عبد الله بن الزبير نغتي حتى قتل هو اسون مركي دم امير نغدي الى اسون لكدلو حجاج بن يوسف كدلوا ساسو الله سو غرغا سو قالك ساسن غدوي او لهيسدو او كلو ما انا بركيسدا وان عن ربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنه قال ربيع لنك لرو ميري دخل علي أن كركي النبي نبغى إن قال غدا تا صباح ذي بني لدسي علي أن كركي لدسي أي هذا لا يتر ربيع قالت ربيع مرتي بلا ميت أصلي دخل علي أن كركي النبي إن قال غدا تا صباح ذي بني لوروسي علي أن كركي لوروسي صباح ذي أن لي لوروسي رسولك دني إن كوكوي وجويريات جبريال يرجرنا جارية لتصغير جويرية لكتصغير وجويريات جبريال يرجرنا يالريمنا غرا ايام بيدوفيا غرا ايام بلانشريدي ميركو كوسنتو او يعني ساسو كلي برامبور سميستو ولما ديبا ومانا لكن ميغل لدها غالو هيس لشيدو ولا سي لديده ميغل بلانس لا غلان او كوبل كدا فارماسي واي تاس مبينا وللي اوتيل لكنا فاريلر هارانو تا سهران وا لكن بلانتي شريدي لي جبرنت باليا سيدانو ولا غون فرحيا يونو ساس ولما ديباسو كلكم اي ليا امين تي لي روساي رسول كان انغلي جبرو روغين او دف غرا عين يلا ريبنا غرا عين بالدف يا غرا عين يندبنا امانين من يا امانين قتله هو من كل من ابائي او تدي او يالك لدلي يوم بدر لدلي امانين جبرتي ادرش سدهاي ابتش سدهاي اوش سدهاي ولا غس غران امانين و برام برا سمين ولي لا ودوب شعرك ميل لان لابي رسولك فوكو الى رغي بلا ميتي شعرك لابتي رسولك كلابتي حتى قالت جاريه جبرتو الى ارتو وفينا نبي يعلم ما في غد سيرت معنا برابر كي دينك كلابتي وفينا دهدان ما هذه نبي هذه نبغا سو يعلم هو نبغ اوغادو ما في غد بر ولي هذا اوغادو نبغ غيب اوغادان جرييرتي كلنتا كلابتي شركي وفينا دهدان نبي هذه نبغا سو
يعلم النبي نبوغ أغاذو ما في غد بره ولهذا أغاذو فقال النبي هغيب إلهي لأغاذي تيكو رهباه رسولك صلى الله عليه وسلم لكل مقام له مقال فقال النبي نوميكو قولي لا تقولي ساس نغرتو إريتا قبرتا نغرتو ساس هكذا ستن نغرتو وفينا نبي يعلم ما في غد نغرتو وقولي ده ها ما ولاقي كنتي هذا تقولين راسي ده مانا ولي هردان هذا راسي مانا دتكاس أهلو خيرك أهلو بدرك لما هذا ما مانا نها أهلو خيرك لما أنا بنا وتاويت لكن غيبة نبوغ هذا نغرتو مانا ساسو هذا يعني شلف إليه ولي بنا ولي كان رسولك إن شاكي صلى الله عليه وسلم مره وفينا نبي ما في يعلم ما في غد نغرتو بل أظهر ما يمانا سيلري يندبنا أما نين من قف قتل لدلي في من أبائي يوم بدر ما أهل بدر قالت دلينو مهجاهدين تاينو أهل خير كاين شهيدين تاين أمانا سمع شهيدين تي أهل خير كمان غلر لكن هذا الكاس نغرتو يوم غيب كأغادة لدلائي عن أبي ضلحة رضي الله تعالى عنه وكان أبو ضلحة ميبا هذي لدي شهيد إني حاضري هذه أبو ضلحة بدرنا حاضري مع رسول الله إلى حاضري أنه أن أبا ضلحة قال أبو ضلحة ميكو قولي أنه أن النبي ده أنه أن النبي قال النبي نومي قولي لا تدخل الملائكة ملائك من غلاس بيتا قرم غلاس فيه في البيت كلب أي كسونا دي ولا سورة كسونا دي ملائك من غلاس لا تدخل الملائكة ملائك من غلاس بيتا من غلاس فيه في البيت بيتك في شيء كلب أي كسونا دي ولا سورة مصبر كسوناتي ملائك مقلاسوا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ما قال عبد الله بن عمر ما يقولي تأيمت مي قروب وتي حفصة بنت عمر يا قروب نقتي من خنيس بن حذافة السهمي لانكو حذيف خنيس بن حذافة لراوك قروب وتي هدمدي لانكا أساك ودمدي واهي قروب سكنغتي ما فرنه وكان هو لانكن خنيس لراو مي هذي من أصحاب النبي نبغى سابتس إذن كجري صلى الله عليه وسلم قد شهيده هو خنيس حاضري بدرن بدري حاضري لا واعي بدره كديري توفي هذا ولا أفسدي بالمدينة لك أفسديه مركزا قرب ساس كنا قت حفص بنت عمر واه قال عمر وعمر ما يكون قولي فلقيته محل شاهد كذاس قد شهيد بدرا لي فضاي نونت والببدر مجاز باقي وباب كميرن يوافق هاي باب كيون يو عديت ميل سوافق هاي وقعدت له فدم قال عمر وعمر ما يكون قولي فلقيته عثمان ابن عفان عثمان بن عفان قال كلهم يفعل تبنكي حديث كفايدي صوب لفيري لن أهل خير بلا ميتس لن أهل خير بند كود دليل شنو نقده لكن هذا ميل مروغنا بدر فضاي نونت قال عمر وعمر ما يقول فلقيت عثمان بن عفان عثمان بن عفان قال كلهم فعرضت بندك عليه عثمان كل شيء حفصة بندك أريت حفصة مركي قراب نقدي أفرت بلود إتم كده ما أذن عددية لما تيامير عثمان وريت كدرو قال خير إني قبرت أي أريت لم بندك وسكم لا بتاعه وأكو أم فقلت أنا ما يقول عمر قال إن شئت هذه فلاس أنكحتك كينك حفصة بنت عمر أريت كينك هاو قال عثمان ما يقول ليس انظر حفير سده في امري امرك يا كشوري استغار يا سمي حفير سده فلبست نقادي عمر هذا الله ليالي الليلي علي نقادي فقال عثمان ما رقد بدالي من ظاهري الا اتزوج انا انقرسن يومي وقتي وقتي هذا كان انقرسن ساسا ان ظاهرتي عمر وخير الكسيا قبري سيدي وانا ضد يارمي هو قال عمر وعمر ما يقول لي فلقيت لكل ما ابا بكر قال لكل ما فقلت ما ان شئت دي فلاس عمر قبرتي سلان من وايسن لكن ما يبدت له خير كلي انبني كذا ايماهين لجيل ذي ما ان شئت هدف فلاس ان كحتك كينك هي حفصه بنت عمر كينك هاي عثمان بهود يفير سدي ري موالنا فسكت فسمت اموس ابو بكر اموس فلم يرجع ابو بكر الي ان تكاي شيء جوابا جواب ما ينقن فيلتي ما فير سدي ولم ير شمولي ويريو فكنت ان ميب هذا عليه على ابي بكر ابي بكر كل شيء او جدك يدرفو بدنيا هذه مني ان هي على عثمان ان درفيو عثمان كبرك سياري ديدي سيان كدر في ميسي كدر ابو بكر ان درفي ما ابو بكر جواب ميسي نبا فلبست نغادي ليالي ليالي علي نغادي ثم خضب ما هي ويدي سدي ها حفصه دت كيبلن كفل بدن النبي هو ويدي سدي صلى الله عليه وسلم فانكحت نكاحي ها حفصه يا اياه نبك نكاحي فلقي ما يقول ما ني انا ابو بكر اي يقول مي ابو بكر ولا قاموسي ما يقول ان عالم وا اسد يعني والبن فافذ الله فلقي اني ابو بكر اي يقول ما فقال ابو بكر ميري عمر وغيرت اني اندي رفتي ان ملايو لعلك عمر ابو ميمود انت وجدت اني درفتي علي انا كركي اندي رفتي حين وقتي عرضت بني كاسي علي انا كركي حفصتين بني كاسي ان هذا درفتي يا مدن تو او فلم ارجع ان نغنى اليك انت كي جواب انك نغنى قلت عمر ميلي ان ميكو قولي نعمها ميكين رفواي كبرتيك سي اي راسي شمو راسي ميكين رفواي
قال أبو بكر ميري فإنه شانيه لم يمنع مرهبنا ريان كي يشيغوا لان شبنغ لاري لم يمنع مرهبنا نيان أن أرجع نيان نغو إليك أن تكي جواب عن كينغ فيما غي عرال تذبان ديك ديفيشي جواب كينغ نغا مرهبنا إلا أني لكن أني أن يقد علمت ما يوغا أيي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكر رسولك إنه سايي ها حفصدا سكور سدي إرائي أغاي فلم أكون أنين مهاني ليفشي أني أن فافيو سر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي رسول شيء سرتيس إني أن فافيو مهاين ساسشو مكين كواري ولا أغاي ولو ترك النبي صلى الله عليه وسلم نبغى هدي كتب فضي ها حفص كتب فضي لا قبلت أقبل فضي ها حفص أقبل فضي ساري معنا سيديك الدعوه كوركم هدو بدر ري فضاين عن أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه قال أبو مسعود ميكو قولي البدري تو أسبك فيلم وملك البدر رنگ ما قال قال ميكو قولي أبي مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي رسول شمين قولي الآياتان لم آيدو آياتين قصوا من آخر سورة البقرة كوها دين من قرأ لنك آخر يو وما لما دو سور في ليلة آخر يو كفتا لما دو سور كافي آيا لما دو آيدو ها هو من كي كافي آيا نا عن قيام الليل يكو كافي آيا وعن شر الإنس والجن يكو كافي آيا والبضان كو كافي آيا كفتا لما دو آيدو من قرأ لنك آخر هما آياتين كس في ليلة همين كس آخر يو كفتا لما دو آيدو هما كاس كافي آيا عن قيام الليل همين كل قوم وشيء بالقرآن إلا لقوم فديك كافيا ين والكفسر مسك فتا كافيا ين ومن كافيا ين عن شر الإنس والجن يك كافيا ين لما ذا أسعيد وآمن الرسول لا يكلف الله معروف ولا أخي مربل جيف ذا أخي ولا بايع تلكرس لسك الدر معنا سديد معوذات كل أخي كل ساس جيف عن مقداد بن عمرو الكندي حليف بني زهرة تهر بن زهرة شجعت سهاي وكان هو مقداد ما هذا مقداد بن عمرو جسقيه ممن هذه شهيدة حاضرة بدر أنت لك فلان بدر تلك باول بدر ما بدر كوا هي حاضرة هاي قال ما يقول لي مقداد قلت أنا مري لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول شيء ما يقول يا رئيتا يمرم إن لقيت هذا الكل مر رجلا الكل مر رجل كاسو من الكفار قالوا كم إذا أفقت تلنا أن دجا لنا إن كورم فلربا هو رجل كي قرأوا إحدى يدي لما ذي جنها توديو قرأوا بسيف سيف كنو فقد دع جويها اليد جوي ثم لا هذا الرجل من قالوا مني أنا جاي بشجرة جدو كذا الشيء أو قالوا كنومد وفقال الرجل كي يدير هو مركين انجيس ديب اسلمت اسلامي لله اله اسلام ير اقتلوا اقتلوا انا ندلي كل رجل كي دلي يا رسول الله بعد ان قال الرجل رجل مركين كوغولي بعدش ها كلمة اسو لا اله الا الله كوغولي بعدش دليه فقال رسول الله مير صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا ندلي رجل كي دلي قلت هوب لا اله الا الله وساري اسلافه قلت انا مير يا رسول الله فيري بارنتن انه ان الرجل رجل كي قطع هو رجل كي جو يد إحدى يدي لما ذا إنجلنا توديو جويد ثم قال الرجل ذلك أكو جويد بعد ما قطع هو رجل كمركي جويها اليد جويا ساس كجوري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا دليه رجل كن دليه عمر بلا إله إلا الله كقول فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم تيو فإن قتلت هدل الله وصلى لا إله إلا الله لي أذ الدل فإن قتلت هدل هو رجل فإنه إن الرجل رجل كسر لا إله إلا الله كهذري كا إنو ماي هذا بمنزلتك هذا بوس كا هذا هذا أهل لا إله إلا الله مهديها معصوم الدم مهديها وسون لا إله إلا الله بري منزل كا نقدر معصوم الدم نقدر قبل أن تقتل أنت هذا دلو هو رجل كدلو هرتاد رجل كنت هذا دلنا معصوم الدم هايتي هذا رجل كنت دلنا معصوم هاي ما يبغى مباح الدم نقدر قصاص الكين دلو وإنك أذين بمنزلته ما منزلة الرجل رجلك منزل شيء ينقذاس أو مباح الدم أو الدهه لنديك شيء بناء ونقذاس وصر عن مباح الدم ما هي بالكفر هاي هذه المباح الدم بالقصاصه قبل أي يقول الرجل رجلك كقول هرتية كلمة أو كلمة الرجل كقول التي كلمة أسوق قال الرجل كقولي كلمة دمس كقولي لا إله إلا الله هرتية أنت يسون كقولنا قال هاي ما هي لان مباح الدم بالكفر هاي هذه نضاب وسدلي ما ينقذاس مباح الدم بالقصاصه ينقذاسه لما سمعت دليل والكين كساس له صلى الله عليه وسلم عن جبير جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي نبو ميكو قولي في أسارة بدرين في شأن أسارة بدرين بدر كواد لك فالي شأن شو رسولك ميري لو كان المطعم بن عدي مطعم بن عدي هذا فذي حيا كي نول هذا فذي ثم كلم هو مطعم نياني لهذا الفذي في هؤلاء كوان أنتنا أركبضن أول هذا الفذي قال ذا لا تركت كتب فذيهم أي أنتنا والله للمطعم أن كتب فذي رسولك مريم صلى الله عليه وسلم لنكاس ليرا أضي ما هي بادية مطعم بن عدي
رسولك صلى الله عليه وسلم سيرون كلام جاكيس ذيك ساي لانك مركي أنا هو يعني مجنتس غري أي أو قريشة لورة جاي ساسة ومانا بلانك بلانك دوريو ولو كان المطعم ابن عدي ين الرسول مطعم ابن عدي ين هذه هذا فذي جاي كذي جاس قال هذا هاي حي ينك نول هذا فذي ثم كلم الله هذا الفذيني أنا فيها أولاي في شأن هؤلاء كون شأني شو أنتنا أركب بدنو قال هذا تضرب أتون على كفاريك دقاله تضرب أتون كإلدي محمد أو يعرف فذي وا أخيرا ما لا تركت كتب فذي هم هؤلاء يا له لمطعم مطعم لها أنت سون كتب فذي أنا بلغ إليه دكورا بلغ قال هذا بلغ أسان إلى عليه فذي قال بهذا بلغ شيء دور فذي عندي فذي يا ماما حديث بن النضير يهودي بن النضير لراي شاكديو عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما قال ابن عمر ما يكو قولي